هاجر مبروك. ميرسي يا نيلو. مبروك انت كمان. قولي لي بقى، ناوية تدخلي كلية ايه؟ مش لسه لما نشوف التنسيق الاول؟ تنسيق؟ انت اكيد مرحلة أولى. لا، مرحلة أولى ولا تانية الصراحة مش فارقة. والله؟ ده بالنسبة لواحدة زيك متعودة على 50%. لازم تقول كده. حبيبتي انا ادخل الجامعة اللي انا عايزاها، يعني مش محتاجة 2 ولا 3% زيادة. دول بفلوس بابي ادخل اي كلية، ولو القسم اللي انا عايزاه مش موجود في مصر اسافر برا. يا حبيبتي بس فلوس بابي مش هتعمل منك واحدة محترمة. اه ده انت قللت الادب بقى. انت بقى فاشلة. ايه ده انت بتهزري؟ او ايه ده؟ ينفع كده؟ والله يا بابا هي اللي استفزتني. هي تستفزك؟ انت تمسكي اعصابك. على فكره انت اللي غلطانه. انت متخيله اول ما انت تكلميني يهددني؟ اوعى تخاف مني. هو انت عارفه انا بخاف من حد؟ انا اسفه يا بابا، مش قصدي. المهم سحبت استماره. يلا عايزين نقعد مع بعض ونرتب افكارنا كده ونشوف هنملى الرغبات ازاي. موجودة؟ خير. في محضر متحرر باسمها ومطلوبة في الاسم. صح يعني بدري. خير. عملت ايه امبارح؟ ما عملناش. كنت عاملة محضر تعدي، ولما رحنا القسم الضابط قال لنا يا تتصالحوا يا اما هيحاول الموضوع للنيابة، وطبعا اتصالحنا. على فكرة الفيديو بقى على كل المواقع. كلها؟ لحق؟ ثانية واحدة يا طارق. انت بعت لي اللينك صح؟ انا بعت لك اللينك. بس حاولي ما تقليش الكومنتس يا هاجر، هتتضايقي. دي حاجه مستفزه جدا على فكره. وبعدين البنات اللي صورت الفيديو ده ورفعته انا هرفع عليهم قضيه. ايه رايك بقى؟ حاولي تهدي يا هاجر وما تتعصبيش. انا عايزه اقابلك. طارق انا مش في المود دلوقتي، معلش ممكن نتقابل بعدين. حاجه مهمه وضروريه يا هاجر. طب انت فين؟ انا نص ساعه وممكن ابقى في الكافيه عندك. طيب اوكي ماشي يلا.